سيد طلال، الآن ما هي رؤيتك للبورصة الكويتية في ظل يعني الأزمة المالية العالمية؟ يعني مثل ما نلاحظ بأن الأزمة قد يعني البورصة قد هوت في الكويت وأيضا في منطقة الخليج وأيضا في البورصات العالمية الأخرى الآن. هل أنتم متفائلون أن تستعيد البورصات الخليجية والعربية مكانتها السابقة؟ سيدي أنا أتمنى على صانع القرار أن لا يجعل سعر البورصة همه. أسعار البورصة تلعب وتتذبذب لأنها بلاش نقول قمار، نقول كأنها سوق مضاربات. عندما يكون قيمة السهم دينار ويصبح 100 ثم ينزل إلى 50، نقول انخفضت قيمته 50، أين الخلل؟ ما هو أصله دينار، فبالتالي هذا ما أتكلم عنه الآن أنا، هو القيمة الحقيقية للسهم. هل القيمة الحقيقية هي دينار أو ما بين دينار و50 أو ما بين دينار و100؟ فلذلك أنا لا أتابع إطلاقا في تحليلي وفي دراستي للسوق للوضع الاقتصادي العالمي. هل ارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا وفي أمريكا؟ هذا كلام ليس له أي قيمة، ستنهار انهيارا آخر، لأنه هذا ارتفاع مصطنع نتيجة بعض المضاربات وبعض تصحيح الأوضاع وتسوية حسابات. فإذا أنا لا أريد أن نصرف الوقت الكثير. طبعا يقلقنا وطبعا هو مشكلة الانخفاض، وانخفاض البورصة هنا انخفاض معنوي ليس حقيقي. لماذا شركة صناعية مثل إسمنت الكويت أو مثل أي شركة يجب أن ينخفض لأن انخفضت الأسهم بأمريكا؟ ما له أي معنى. ولكن هل هذا سهم أي شركة، هل هو سعر حقيقي مقارنة مع قيمة السهم من ما نسميه النت وورث اللي هي ملكية الشركة؟ السهم هو حصة من ملكية الشركة، ما هي قيمة هذه الحصة من مجموع قيمة الشركة؟ هذا ما أتكلم عنه عن تقييم. وأنا أقول وأرجع أكرر وسنرى ذلك في قرارات قمة 20 في 2 أبريل، التركيز على حل الأزمة العالمية سيكون من خلال إجراءات التقييم، طبعا من إجراءات الشفافية والرقابة على المؤسسات المالية، وما قسموا البرنامج الأربع أجزاء رئيسية سيتخذوا في قرارات، لأن وزراء المالية اتخذوا القرارات، بقي القمة أن تتخذها. نظام رقابة على مؤسسات المالية، دعم من منظمات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد برأس مال إضافي، تمويل الدول الفقيرة وإلى آخره، ودعم اقتصاداتها. ولكن الجزء الأكبر، نص القرارات نصفها كان حول تقييم الأصول والشركات. ولذلك أنا أقول لا يجوز أن ننتظر، لأن عملية وضع معيار دولي، وأنا كنت على مجلس المعايير، تستغرق سنوات ولا يحتمل الاقتصاد أن تنتظر سنوات. فممكن توضع معايير محلية إلى أن تأتي المعايير الدولية، وهذا رجائي وهذه توصيتي. نعم سيد طلال، الآن لنتحدث حول القمة الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت مؤخرا في دولة الكويت، والتي يعني دعا إليها حضرة صاحب السمو. هل تعتقدون بأن التوصيات التي تضمنها البيان الختامي في إعلان الكويت سوف تساعد الدول العربية بالنهوض باقتصادياتها حتى تشارك اقتصادات الدول العالمية الأخرى مستوى الطموح العالمي؟ أنا أحمل معي هذه القرارات لأنني كلما شعرت ببعض اليأس أنظرها وأشعر بالتفاؤل، وأنا أتكلم معك بصدق، لأنني منذ سنين طويلة بل وعقود لم أرى قرارات من قادة أمتنا محددة كبرنامج عمل. هي ليست قرارات، لأول مرة نجد برنامج عمل اقتصادي اجتماعي تعليمي شامل لمستقبل أمتنا العربية. فبالتالي أمامنا برنامج عمل، وأنا أقول لك نحن بعد صدور القرارات أعدنا صياغة كل مناهجنا في مجموعة طلال أبو غزالة، ووضعنا برنامج عمل لتطبيق هذه القرارات. يعني هي بالنسبة لنا نقطة فاصلة ونقطة انتقال إلى مرحلة فيها خطة واضحة. هذا التفاؤل الأول. التفاؤل الثاني أن هنالك مؤسسة عريقة أيضا احتضنتها وبنتها الكويت، التي هي صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. إذا سلمت هذه الأمانة لهذا الصندوق المشهود له بالكفاءة والخبرة والتاريخ العريق في خدمة الاقتصاد والاجتماع وتنميته، فنحن أيضا في مجال الاطمئنان. ثالثا أنه وضعت
إجراءات محددة. لم يتكلم هذه القمة، قرارات القمة لم تتكلم مواعيد، مواضيع عامة، دعم الاقتصاد، توجيه الاجتماع، هنالك نقاط محددة، ولذلك أنا أعتبرها نقطة تحول هامة وتاريخية تسجل للكويت في تاريخ الأمة العربية. نعم. طيب لنتحدث حول سيد طلال، حول أسواق النفط الآن وما يصاحب ذلك من انخفاضات في أسعار النفط الآن. مثل ما تعلم يعني دول الخليج سيد طلال يعني تعتمد اعتمادا كليا على النفط، وهو يعتبر أحد يعني ركائز الاستقرار الاقتصادي في دول الخليج العربي الآن. صحيح. وسيد طلال بالنسبة للأسواق النفطية وسعر برميل النفط الذي كان في يوم من الأيام قد تجاوز 150 دولار، الآن وصل إلى أقل من 50 دولار، ما هي رؤيتكم لمستقبل أسواق النفط العالمية، خاصة بأن دول الخليج العربي تعتمد يعني اعتمادا كليا في البنى التحتية على يعني مصدر وحيد وهو النفط؟ كان لي مقابلة في الرياض على هامش قمة الأوبك التي عقدت، وتوقعت وقتها أن يصل النفط إلى فوق 100 دولار، وارتفع إلى فوق 100 دولار، وقيل لي يومها أن توقعاتي خطأ، والآن يقال لي أن توقعاتك أثبت أنها خطأ لأنه نزل إلى 50. النزول إلى 50 هو نزول مصطنع، جاء في أعقاب الأزمة المالية لسببين، سبب سياسي وسبب مضاربات. التخفيض جاء بقرار، وأنا أدعي أنه قرار سياسي أمريكي لدعم الاقتصاد في أزمته المالية أو دعم الأزمة المالية، لأننا بهذا التخفيض نخفف العبء على المؤسسات التي تعاني من صعوبات. هذا أولا. ثانيا المضاربات، هذه فرصة للمضاربات في سوق النفط وبالتالي لكسب الربح أو تحقيق أرباح مستقبلية. أضف إلى ذلك زيادة المخزون الاحتياطي بأسعار من النفط منخفضة. أنا لست خبيرا نفطيا، ولكنني أصر بقراءتي لتاريخ النفط أن النفط هو قرار سياسي، لأنه يعتبر مادة استراتيجية ولا يعتبر سلعة، وهو بالمناسبة هو المادة الوحيدة التي لم تخضع لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة. يعني المنظمة العالمية للتجارة وضعت سياسات لتحرير التجارة في كل شيء إلا النفط. فإذا هذا النزول هو نزول مصطنع، ولا تستطيع رابعا شركات النفط العالمية أن تبقى على هذا المعدل من السعر، لأنها هي كانت المستفيد الأول من ارتفاع الأسعار، وهي الآن متضررة من الانخفاض. ورابع وخامسا المشكلة هي أن الاقتصاد الأمريكي، الخزينة التي تجني ما يعادل 180% ضريبة على دخول النفط، هذا السعر عندما يكون 180 على 50 تختلف عن 180% على 150، وبالتالي هنالك عجز إضافي على العجز الموجود في الموازنة الحكومة الأمريكية. كل الأسباب تقول بأننا قبل نهاية هذا العام سنعود إلى سعر النفط فوق 100 دولار، وبعدها يبدأ بالارتفاع مجددا.